مع مادة أصول الدين. أبنائي وبناتي، اليوم إن شاء الله نعيش مع تفسير مبسط لتفسير القرآن العظيم، ولكن اليوم إن شاء الله نأخذ طريقة في تفسير آيات القرآن العظيم. أزهرنا الشريف اختار لنا بعض الآيات القرآنية الكريمة من بعض تفسيراتها المبسطة، معاني المفردات والحكم الشرعية والأحكام الشرعية التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة، ثم بعد ذلك شيئا من لطائف القرآن العظيم والبلاغاته وأسلوبه الجميل البلاغي العربي الفصيح، ثم يأتي بعد ذلك الدروس المستفادة وما ترشدنا إليه آيات القرآن الكريم. ولذلك نحن سنقوم بتبسيط معنى الآيات الكريمة. لو نظرت في الآيات التي نستعرضها سيدها آية أو آيتين أو ثلاث آيات بالأكثر من بعض المفردات ولها عنوان طيب نحتاجه كل منا لنعيش معاني القرآن. ليس القرآن الكريم كلاما يتلى وفقط، ولكنه لابد علينا أن يكون القرآن عملا في حياتنا، نقتدي به ونمشي على طريقه ونسير على هديه. هيا بنا أبنائي وبناتي نأخذ الموضوع الأول من موضوعات التفسير المقرر علينا هذا العام، وهو تحت عنوان أداء الأمانة والعدل بين الناس. أداء الأمانة والعدل بين الناس ذكرها الله عز وجل في آية من القرآن العظيم من سورة النساء، نتلو هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. هذه الآية من سورة النساء، الآية 58. نأخذ عناصر هذه الآيات أو درسنا اليوم الذي نمشي معه شيئا فشيئا. عناصر الدرس: أولا قراءة النص القرآني، طبعا قرأنا عليكم هذه الآية، ثم معاني المفردات والبيان والتفسير وبعض اللطائف الواردة في الآيات، ثم الدروس المستفادة من الآيات الكريمة. هذا هو ما نسير عليه في هذه الآية. أولا معاني المفردات. كلمة الأمانات هي جمع أمانة، وهي ما يؤتمن عليه الإنسان ويطلب منه أداؤه. يبقى أي شيء الإنسان بيؤتمن عليه، سواء كان شيء مادي، فلوس، مجوهرات، أجهزة، ده يسمى أمانات. أو سر، حتى لو إنسان ائتمنك على سر فهذا أيضا أمانة، لابد أن تكون محافظا على هذا السر فلا تفشيه لغيره. حكمتم من الحكم وهو الفصل بين المتنازعين. يبقى لو إنسان حكم بين آخر، لو طلبوك تحكم بين اثنين، فتكون أنت إنسان عادل فلا يعني تحابي أحدا. والمقصود بالحكم أبنائي وهو الفصل بين المتنازعين. العدل هو إيصال الحق إلى صاحبه. العدل إيصال الحق إلى صاحبه. كلمة نعمة يعني نعم الشيء المأمور به. نعمة يعظكم به، يعني نعمة أداء الأمانة ونعمة أن تكونوا حكاما بالعدل. يعظكم به يرشدكم إليه، وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل. هذه بعض المفردات التي وردت في هذه الآية الكريمة. التفسير والبيان. بما يأمرنا الله تعالى في هذه الآيات؟ يأمرنا بأمرين عظيمين، وهما أداء الأمانة، والثاني وهو العدل بين الناس. السؤال الآخر: ما الذي تشتمل عليه الأمانة؟ ما الذي تشتمل عليه الأمانة؟ احنا قلنا إن القرآن قال الأمانات، فإذا ليست هي أمانة واحدة بل أمانات. تشتمل الأمانات على كل ما يؤتمن عليه الإنسان من حق ربه أو حق نفسه. الصلاة أمانة، الزكاة أمانة،
الصيام أمانة وغيرها. يبقى كل ما يؤتمن عليك الله عز وجل من الأوامر فهي أمانات، حتى حق نفسك عليك هو أيضا أمانة، وحق غيره من العباد كالوضوء والصلاة والصيام ورد الودائع، وعدم الغش أيضا في المعاملات أمانة، وعدم إفشاء أسرار الناس أمانة، وحفظ البدن مما يضره، إنسان ما يفرطش ببدنه ولا يدمر صحته ولا عزل الله يتعاطى شيئا يضر ويتلف بنيته، فهذا أيضا أمانة. والقيام بالعمل المكلف به، لما حد يعني أنت موظف في شركة أو موظف في مؤسسة فتؤدي العمل الذي كلفت به، لأن دي أمانة. وعمارة الأرض وخلافة الله عن الأرض عن الناس في الأرض أيضا أمانة. أنت ما تعمر الأرض فأنت كده خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، لماذا؟ أنهم أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، يعمرون الأرض. فلو إنسان أتلف في الأرض فهو خائن للأمانة، إنسان أفسد الأرض خائن للأمانة، أفسد في مجتمعه، أفسد في بلده، فهو أيضا خائن للأمانة. فعمارة الأرض وخلافة وهي خلافة عن الله عز وجل أيضا أمانة. وأداء أما هذه الأمانات أبنائي واجب. مدح الله من يقوم بها فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. طيب، رب سبحانه نهى عن خيانة الأمانات، ماذا قال الله عز وجل لما نهى عن خيانة الأمانة؟ فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن يخون الأمانات فهو أيضا خائن لله ورسوله، خان الله لأن الله أمره بذلك، خان رسوله لأنه يعني خالف أوامر رسول الله، وخان صديقه وخان زميله وخان من ائتمنه على هذه الأمانات، سواء أمانات مادية أو أمانة كلمة أو أمانة رسالة أو أمانة تبليغ أو غير ذلك. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانتها من علامات النفاق. يبقى اللي بيخون الأمانة ده منافق، بدليل أن الحديث المشهور اللي كلنا أو كثير منا حفظ الحديث: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. يبقى ده منافق بيخلف الأمانات وبيخونها ولا يأتمن عليه الناس أسرارهم. هل الخائن مؤمن؟ الإجابة: لا إيمان لخائن الأمانة. طبعا ده إنسان منافق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمان له، لا إيمان لمن لا أمان له. الأمر الثاني وهو العدل بين الناس، العدل بين الناس، وهو طبعا أمر لا بد منه حتى تصل الحقوق لأهلها. طبعا أمور الناس تدور بين هذه الأمور من حقوق يجب عليك الوفاء بها، وحقوق للناس يجب عليك أن تحفظها حتى يسود الأمن والنظام في المجتمع. وقد أمر الله تعالى بالعدل حتى مع الأعداء، لازم تكون عادل ولو حتى مع العدو. فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. يبقى مش معنى أن أنا متخانق مع واحد أو أنا بيني وبين واحد مثلا أمور خلافية أن أنا ما عدلش أفتري عليه ولا أقول عليه كلام الصح، ده طبعا ربنا نهى عن ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم، عشان العداوة اللي بينكم وبين الناس لا تعدلوا، لا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. طبعا العدل واجب على كل واحد من الناس، طبعا واجب على الحاكم مع رعيته، وعلى الأب أيضا مع بيته وأولاده، وحتى مع المدرس يكون عادلا بين طلابه. فطبعا لا يحابي أحد الطلاب ولا يجامل أحدهم، لكن يسوي في معاملته مع أبنائه، فهم مثل أبنائه. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يعني العادلين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هؤلاء المقسطين الناس العادلين اللي بيعدلوا، سواء الأب في بيته، الحاكم مع رعيته، المدرس مع طلابه، أي حد بيعدل، الزوج مع زوجاته، المدير في عمله وغير ذلك، فهؤلاء المقسطين العادلين على منابر من نور. طبعا دي بشرة جميلة وشيء طيب لهؤلاء المقسطين العادلين
عن يمين الرحمن يجلسون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا من أهلهم. يبقى ده إنسان عادل سواء مع حكمه أو مع أهله أو شيء تولى رعايته. ولأهمية الأمانة والعدل أبنائي وبناتي وأثرهما على المجتمع بيّن الله تعالى أنهما من أعظم الأمور التي أرشدنا إليها. قال سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به. يبقى ده شيء طيب، نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يبقى ده شيء طيب، فالله عز وجل أمرنا به. كيف يكون الله عز وجل يعني معنا في عدلنا؟ هل الله عز وجل يسمع أقوالنا؟ نعم، الله عز وجل يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا وسيحاسبنا عليها يوم القيامة. فالله عز وجل مطلع على أقوال الناس، مطلع على تصرفاتهم، يرى أحوالهم. هناك بعض اللطائف التي وردت في هذه الآية الكريمة. كلمة إن دي لطيفة جميلة، بدأت بها الآية، بدأ الله سبحانه وتعالى بها قوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله يأمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كررت لفظ إن في الآية أكثر من 3 مرات. لماذا؟ لتأكيد وجوب امتثال الأمر، لتأكيد وجوب امتثال الأمر. ربنا سبحانه وتعالى أكد كلمة إن في الآيات علشان تبقى متأكد، زي ما أنا بقول لك إيه، لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولازم، فأنا كذا بأكد عليك وجوب امتثال الأمر. برضو كلمة أو لفظ الجلالة تكرر في الآية أكثر من مرة، إن الله يأمركم، إن الله نعمة، إن الله كان سميعا بصيرا. لماذا؟ لتعظيم الأمر في النفوس، أن الله عز وجل معك عندما تؤدي الأمانة، الله معك عندما تفعل هذا العدل، أن الله يسمع لك ويبصر ويرى حالك. وهذا أيضا طبعا يعني وعيد من الله عز وجل، إن الله كان سميعا بصيرا، وعد للطائعين وتهديد للعاصين. يبقى سميع بصير للي بيعمل صالح فيكتب الله عز وجل له الثواب، وأيضا سميع بصير للي هو بيخون الأمانة ولا يحكم بالعدل ويعني لا يسوي بين الناس، فهذا تهديد للعاصين. ماذا نستفيد أبنائي وبناتي من هذه الآية الكريمة؟ هناك دروس عظيمة نستفيدها، ولكن نذكر 3 منها. أولا وجوب أداء الأمانة والتحذير من خيانتها. جبناها منين؟ جبناها من كلمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمانة والعدل مطلوبان، حتى الاثنين ذكروا في آية واحدة. الأمانة والعدل مطلوبان من كل مسلم نحو أخيه المسلم وغير المسلم. ثالثا مراقبة الله تعالى في القول والعمل. ليه؟ لأن ربنا سميع بصير، بيرى حالك وينظر إلى أقوالك. فمش معنى أن أنت راعي على رعيتك تظلم، ولا أنت أب تحب ابنك أكثر من التاني وتدي الولد أكثر من البنت، والأم برضو نفس المشكلة تدي ابنها اللي بتحبه أفضل من التاني اللي ما لا ترغب فيه، ومدرس برضو بين تلاميذه يحب طالب ويكرمه ويجله ويشجعه والتاني يعني يبخسه حقه. طبعا كل ده الله عز وجل يراه، الله عز وجل مطلع عليه. ربما شيء صغير يريدك المهلكة، فإن النار من مستصغر الشرر، النار العظيمة التي نراها من مستصغر الشرر. شيء صغير ممكن يريدك المهلكة بسبب أنك ظالم في معاملاتك، ظالم في أقوالك، تخون أمانات الناس سواء كانت أمانات مادية أو أمانات قولية أو غير ذلك من الأسرار التي يودعها أصحابها إليك. هذا باختصار هذا الموضوع الأول، وهو يقصد به الأمانات والعدل بين الناس. ننتقل إلى موضوع ثاني، وهو أيضا موضوع مهم من الموضوعات المقررة علينا، وهو التناجي بالخير. التناجي بالخير، طبعا هناك آية أخرى في سورة النساء نقرأ تلاوتها عليكم. قال الله سبحانه وتعالى فيها لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس،
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآية 114 من سورة النساء، عناصر درسنا وكيف نسير في تفسير هذه الآية الكريمة. أولا قراءة النص، ثم بعد ذلك معاني المفردات والبيان والتفسير وبعض اللطائف الواردة في الآيات الكريمة، ثم الدروس التي استفدناها من هذه الآية التي وردت علينا. هيا بنا أبنائي وبناتي نأخذ معاني مفردات الآية التي وردت فيها. طبعا لا نذكر كل كلمة، ولكن بعض الكلمات التي وردت في النص القرآني الذي تلي عليكم. كلمة نجواهم، نجواهم، المقصود بالنجوى هي الحديث سرا بين اثنين، هذا يسمى نجوى. كلمة معروف، المعروف هو ضد المنكر، والمراد به كل خير، يبقى أي كلام خير طيب سواء فعل أو قول هذا يسمى معروف، قول معروف، فعل معروف، كل هذا يسمى معروف. ابتغاء مرضات الله يعني طلب رضا الله تعالى لا غيره من أمور الدنيا. يبقى أنت لما تعمل الحاجات دي، تسر سرك وتكتم أسرار الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا تصدقت تكون صدقة خالصة لوجه الله، أصلحت بين الناس إصلاحك يكون لوجه الله، كل ذلك ابتغاء مرضات الله، فالله عز وجل يعطيك الثواب لا لغرض الدنيا. أنت بتصلح بين الناس عشان الناس تقول عليك إنسان كويس وواحد مشهور وبتعرف تتكلم، لا، يكون ذلك فعلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. الشرح والبيان لهذه الآية الكريمة، يخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لا خير في كثير من كلام الناس وتناجيهم إلا إذا كان في أحد أمور ثلاث. أنت بتشوف كثير من الناس اللي جالس على قهوة، اللي قاعد في كافيه، اللي قاعدين في مكتب، اللي قاعدين مثلا متجمعين مع بعض في حفلة أو أي شيء، تلاقيهم بيتكلموا في أي كلام، أي حاجة، في الأسعار، في الشؤون الحياتية، في الأمور مش عارف الوظيفية، في اللبس، في المأكل، في الطقس، في الهواء، في الجو. فالله عز وجل بيقول لك لا خير في كثير من نجواهم، يعني كل ده كلام في الهواء، يعني إلا إذا كان الكلام أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس أو صدقة، هذا هو الكلام الذي تأخذ عليه الثواب. أما أنت بتتكلم في، يعني زي ما بيقولوا كده، بيهري في أي حاجة، يحكي في اللبس، يحكي في الأكل، يحكي في الطبيخ، يحكي مش عارف في الطقس، في الجو، في أي حاجات، كل ده لا تأخذ عليه ثواب يعني. فبالك بقى لو كان الكلام ده يعني غير صدق أو كذب، أو أنت مثلا بتفتي بحاجات لا علم لك بها، ممكن تأخذ ذنب. فالله عز وجل عايز يدل الناس، عايز يبين لهم في طريق تاني جميل طيب، يعني ما تضيعش وقتك في الكلام الفاضي، ضيع وقتك في المفيد، عشان الوقت ده عمرك، وده كل ما بتعدي يوم بيقص من حياتك لغاية ما حياتك كلها تنتهي، تتقص كلها وتضيع. فهذه الأوقات التي تضيع بين الناس، تجد مجموعة من الشباب واثنين قاعدين على القهوة والكافيه يتكلموا باليوم، تلاقي يقعد مثلا من بعض العصر لغاية نص الليل بالليل، نص عمره ضايع على قهوة بيحكي في أي حاجة، نتيجة الماتش ونتيجة مش عارف الحكاية والأكل والشرب، وعمره ضاع. طب أين ما تلقى به الله عز وجل؟ هذا الوقت لو وضعته في ثواب، في صدقة، في تعلم علم، في عمل مفيد، في إصلاح مشكلة عندك في حياتك، في إصلاح بيتك، في إصلاح دنيتك، في إصلاح الشارع حتى، في إصلاح بلدك، في عمل نافع، سيكون عليك المنفعة في حياتك أنت الشخصية وعلى دنياك وعلى حياة الناس. فالله عز وجل بيقول لك لا خير في كثير من نجواهم، يعني كل اللي بيتكلم بينا لا خير فيه، ما فيهوش منفعة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تعال نشوف كده معنى آخر من معاني هذه الآية الكريمة، أن هذه الأمور هي أمر بالصدقة لإعانة المحتاجين ومواساة الفقير والمسكين، كما قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. برضو أمر ثاني هو الأمر بالمعروف، وهو ما تعارف عليه الشرع من كل مصلحة عامة أو خير عام، شيء عام لكل الناس معروف، شيء طيب. وذلك ما جاء في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله كل كلام ابن آدم، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ كل كلام ابن آدم عليه لا له، يبقى أي كلمة عليك مش ليك، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر
أو ذكر لله عز وجل دل ليك. الثالث الإصلاح بين الناس، والإصلاح طبعا عام في الدماء الأموال الأعراض في كل شيء يقع الاختلاف بين الناس كالخصومات والمنازعات، ناس متخانقين مع بعض تصلح بينهم، جيرانك مختلفين، زمايلك في الفصل عاملين مشكلة مع بعض ممكن تصلح بينهم، يبقى الكلام اللي انت هتقوله ده لك وليس عليك، لان انت بتعمل ايه من وراء كلامك ده؟ بتحاول تصلح بين هؤلاء المتخاصمين. ما هي افضل انواع الصدقات؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله افضل الصدقه اصلاح ذات البين. افضل الصدقه اصلاح ايه؟ ذات البين، ما تصلح بين الناس دي افضل صدقه بتاديها، ليس صدقه بالمال ولكن صدقه انك كده سويت بين متخاصمين واصلحت ما بينهم من فساد. وفي رواية عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. طبعا من الأمور الذي يستثنى فيها الكذب أن أنت تصلح بين الناس، تقول والله ده كان بيتكلم عليك كويس، ده بيحبك، ده مش عارف نفسه يشوفك، وانت طبعا الكلام ده مش صحيح، بس عشان ايه؟ عشان تصلح بين الناس وتصلح العلاقة ما بين اثنين، فهذا ليس كذب. طب سؤال اخر، فيما يكون النجوى او النجوى بتكون فين غالبا؟ الدليل على ذلك او النجوى تكون غالبا في الاسم، دايما الاثنين بيتكلموا في السر غالب، طبعا مش الاصل يعني، غالبا ما يكون في الإثم والشر، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وثبت عن عبد الله بن عمر أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر أو دون واحد فإن ذلك يحزنه. لو أنتوا ثلاثة ماشيين مع بعض، مش اتنين يمسكوا بعض على جنب يقعدوا يتكلموا والتالت يفضل واقف بعيد، فهيعمل إيه الراجل ده؟ هيحزن ويظن أنهم بيتفقوا عليه، بيقولوا كلام عليه، يعني مش بيحبوه، فطبعا يحزنه ذلك. الأدب إن إحنا لما نمشي نتكلم مع بعض يبقى كلنا نتكلم مع بعض، أو نقف نتكلم مع بعض جميعا، مفيش اتنين يتواروا عن الأنظار ويسيبوا التالت واقف بعيد، فإن ذلك يحزنه. ما السبب في اتصاف النجوى بالشر؟ كثيرا مع ذكر الدليل، إن العادة جرت أبنائي وبناتي أن إظهار الخير وإن الشر والإثم هو الذي يذكر في السر. طبعا دايما الشر دايما بيتقال في السر، ما فيش حد يعمل شر هيقف قدام الناس ويقول أنا هفعل في فلان وهسوف فلان يعني. قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دايما الإثم بيبقى في السر، لكن الخير بالناس كلها عارفة وتقدر تحكم علينا ده خير، لكن دايما الأسرار والأشرار والمؤامرات والتدبيرات بتكون فين؟ بتكون في أهل السر وأهل الخفاء. ما فضل الأعمال الثلاثة؟ طبعا لها فضل كبير، أن الله عز وجل ذكر ثواب هذه الأعمال الثلاثة: الأمر بالصدقة، الأمر بالمعروف، الإصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك لهذه الأعمال الثلاثة بقصد إرضاء الله وطاعته مخلصا له سبحانه وتعالى محتسبا ثواب فعله عند الله، فإن الله سيؤتيه ثوابا جزيلا واسعا من فضله. طبعا هناك بعض اللطائف التي وردت في هذه الآية، إنما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لأن من النجوى ما يكون في المباحات، في بعض النجوى مباحات، يعني اتنين بيتفقوا مع بعض مثلا يصلحوا الجامع، اتنين بيتكلموا مع بعض مثلا ازاي يجيبوا هدية لواحد، يبقى دي في مباحات ومصالح خاصة، زراعة، تجارة، صناعة وغيرها، فلا توصف بالشر. فعشان كده ربنا قال: لا خير في كثير، يبقى إذا في قليل في أعمال صالحة، وإنما المراد بالنجوى المنفي عنها صفة الخير، النجوى اللي هي نهى عنها الله عز وجل اللي ما فيهاش خير في شؤون الناس. تعال نشوف كده الدروس المستفادة في هذه الآيات الكريمة. أولا البعد عن التناجي، فإنه غالبا يثير الشبهة ويعين على الشر. كذلك إذا كان الغرض من التناجي النفع العام للمسلمين فإنه خير يثيب الله تعالى فاعله ثوابا عظيما. طبعا هناك أمور مستفادة من هذه الآيات عظيمة، أنت ممكن تفكر تحط ورقة كده تقول أنا استفدت إيه من الآية دي؟ طب أعمل إيه؟ أنمي خيرا بين الناس، أصلح بين الناس، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، لا أتناجى بالسر، ولا أحزن زميلي، ولا أغتابه، ولا أذكره بنميمة. هناك أمور كثيرة في هذه الآيات العظيمة، وإنما أردنا أن نورد بعض أنوار الهداية في آيات
التفسير الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.